زيدان. رونالدو. بيبو. هنري. محمد صلاح. ستوب. اللعبة ما بتتلعبش كده. المفروض تقول اسامي لعيبة حقيقية. ما انا هبقى لعيب حقيقي في يوم. انت بتعرف تلعب اصلا؟ بعدين اللعبة دي بتتلعب اربعة. دي ليه؟ لا بعيد قوي. الراجل هينزل صلاح. الراجل هينزل صلاح. نشوف هنعمل ايه. لا يا جدعان قلت لكم صلاح ده لعيب محلي اخره يلعب في الاهلي.
محمد صلاح ينتقل الى ليفربول، هل هيسجل؟ هل هيتألق؟ هل كان افضل له ان يفضل في روما؟ نادي خطوه جميله جدا جدا في مسيره صلاح. هيقدر يسجل كام هدف الموسم ده؟ تعرف تعد لحد كام؟ محمد